السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأعن يا كريم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم ارزق شبابنا بزوجات صالحات، وارزق أخواتنا وبناتنا بأزواج صالحين. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تعالوا نبدأ البرنامج الليلة أو هذه الحلقة بجملة مذكورة في حديث، ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناها حسن: العرق دساس، وكما تدين تدان. تزوج رجل بامرأة، وكان مشترط على أهل زوجته أن يعيش مع أمه، أي ثلاث أطراف، يعني هو كزوج وزوجة زوجته وأمه سيعيشون في شقة واحدة أو في بيت واحد. ففي أول ليلة من ليالي العرس اجتمعوا جميعا على الطعام الثلاثة: الزوج والزوجة والأم لي الحمام. فما كان من الزوج إلا أن اهتم اهتماما بالغا بزوجته، بدأ يكرمها من ناحية الطعام والشراب، ولم يهتم بأمه في هذه الحال. فنظرت إليه الزوجة وقد استقرأت وجه أمه اللي حمتها، وقد علمت ما دار بخلدها، كأنها تقول: يعني من أول يوم اهتمامك بزوجتك هذا الاهتمام الكبير، وأنت لا تعير لي أي اهتمام. فهذه الزوجة كانت زوجة صالحة حكيمة، قالت لزوجها: أشعر أننا لن نستمر طويلا، مش هنعيش مع بعض كتير، فمن الآن أريد المفارقة، طلقني. قال: وكيف أطلقك ونحن في أول ليلة؟ وماذا فعلت حتى جنيت على نفسي وتطلبين الطلاق؟ قالت: إن العرق دساس، ولا أريد أن أنجب منك ولدا أهان منه كهذه الإهانة التي أهنتها لأمك. هي زوجة حكيمة عاقلة، وإن كان هناك تصرفات أخرى أو حلول أخرى لهذا الموقف أو هذه المشكلة، ولكنها اتخذت هذا الموقف. فقالت له: طلقني، لأنه أكرمها غاية الإكرام واهتم بها، وأهمل أمه غاية الإهمال. فقالت: إن العرق دساس، ولو رزقت منك بأولاد سيفعلوا معي في حال كبري ما فعلت أنت مع أمك من هذه الإهانة. وبالفعل لم يستمروا طويلا وطلقت، وتزوجت برجل آخر، وعلى مر السنين أنجبت منه أولادا. وفي يوم من الأيام كانت على راحلة ركب الناقة وعليها الهودج اللي هو من الخشب ومعرش، وهي بداخله، وإذ بأولادها من ورائها يكرموها ويعتنون بالهودج خوفا من أن يميل. وفي الطريق شاهدت هذه الزوجة الصالحة قافلة، وهذه القافلة تمشي مجموعة مثلا من النوق أو الجمال، وواحد ماشي وراء هذه القافلة، رأت رجلا كبير السن حافي القدمين خلف هذه القافلة يمشي ولا يعتني به أحد. فلما نظرت إليه عرفته، وقالت في نفسها: هذا زوجي الأول. ثم قالت لأولادها: ائتوني بهذا الرجل. فأتوا به، فقالت له: ألم أقل لك إن العرق دساس وكما تدين تدان؟ قال: من أنت؟ قالت: أما عرفتني؟ أنا زوجتك السابقة، انظر إلى أولادي كم هم بارين بي ويعتنون بي، وانظر إلى حالك وإلى حال أولادك، أين أولادك الآن؟ ثم قالت له:
ألم أقل لك إن العرق دساس فكما أهنت أمك سيهينك أولادك. انتهت القصة. قالت لأولادها اعتنوا به قربة لله تعالى. لكل زوجة تذكري كما تدين تدان، ولكل زوج تذكر كما تدين تدان. إياك يا ابنتي أن تعتقدي طول ما أنت مسيطرة على زوجك ومنع من صلة رحمه ومن إكرام أبيه وأمه ومن إكرام إخوته، أنت تعتقدي بأنك استحوذت عليه وفزت في الدنيا، ولكنك ستخسرين ذلك في الدنيا قبل الآخرة. لما يكون لك أولاد، أولادك هيهينوك نفس الإهانة وستغضبي منهم، ولكن هيهات هيهات، فالدنيا دوارة والأيام دول وكما تدين تدان. عندنا مشكلة كبيرة جدا في مهارات التواصل في علاقة الحمى بزوجة الابن. الزوج لو لم يكن عاقلا حكيما في تصرفه، عنده شيء من الموازنات وعنده مهارات تواصل يستطيع أن يجمع بين القلبين، بين قلب أم وقلب زوجته، سيعيش حياة فيها نوع من النكد، سيعيش حياة فيها نوع من النكد ومن الصعوبة ومن الحزن الدائم ومن الهم البالغ. الزوج قد يشتكي ان امه بتشتم زوجته وتعتدي عليها وتقولها كلام جارح وتهينها، وتترك اولادها البنات نايمين، اخوات الزوج، والزوجة هي التي تقوم بالبيت وهي التي تغسل وتطبخ وتكنس وتنشر كما نرى في خاصة عند اهل القرى. فالزوجة تشتكي، صبرت طويلا ومش لاقي كلمة شكر، حتى من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وبحمده. ففي الوقت ده يضيق صدرها، وقد تعتدي الحماة على أمها، يعني على أم الزوجة، وتسبها بأهلها وتتلفق تقول كلام وفي نوع من الأكاذيب وكلام غير حقيقي، وتقول أساطير وخيالات وتسيء الظن بهم وتشك فيهم وتقول لأمها لم أوياها ومثل هذا الكلام. والزوج في هذه الحالة يقول: أنا زوجتي تريد أن تقطع العلاقة مع أمي، وتقول لي روح لأمك مالكش دعوة بيا، أنا مش راحة ولا هصل رحمي ولا هصل رحمي أبي وأمي، ومش هكون لي علاقة بأمك، وعاوز تاخد أولادك خد أولادك معاك. الزوج إن لم يكن له مهارات، مجموعة من مهارات التواصل في مثل هذه الحالة، سيخسر كثيرا، وتكون حياته بلا شك فيها نوع من التنغيص ومن البلاء وشغل البال، وبتبقى حياته فيها نوع من الصعوبة البالغة. ولذلك أنا في هذا اليوم أو في هذه الحلقة رسالتي إلى الزوج ابتداء، أنا بقول لك يا أخي الكريم، لا شك أن أمثال هذه المشكلات الأسرية وتلك التنغيصات العائلية تؤثر عليك وتشغل بالك وفكرك، ولكن بقول لك مع مزيد من الحكمة وحسن التصرف ومزيد من التعقل وكسب مهارات التواصل مع الآخرين والاستقامة على طريق العدل والصبر الجميل على زوجتك وعلى أمك وإرضاء الاثنين دائما وأبدا، تستطيع بفضل الله تعالى أن تجمع بين القلبين، ونستطيع أن نتعامل مع مشكلتين. طب كيف نتعامل في هذه الحالة؟ وقعت المشكلة ما بين الزوج، ما بين الزوجة وما بين الحماة. أنا بقول لك أصلحك الله تعالى وهداك ورضي عنك. لابد تعرف كل طرف من الطرفين، الزوجة والأم، بحق الطرف الآخر، فتتكلم مع أمك ولكن بكلام رفيق رقيق، بكلام رفيق رقيق. إن غضبت اسكت ولا تكمل كلامك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. والأم في هذه الحالة بتكون حساسة لأنها تشعر أنك ستنتصر لزوجتك ولأهلها، فنعمل إيه في الحالة دي؟ تكلم مع أمك وقل لها: يا أمي،
إن زوجتي لها حقوقا فرضها الله تعالى في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وتأتي إلى زوجتك: يا زوجتي، يا أم أولادي، يا حبيبة قلبي، اعلمي بأن أمي هي باب موصل إلى الجنة، وأنت لا ترضين أن أنا أضيع هذا الباب، لا ترضين بذلك، وأمي لها حقوق علي. أكد على ذلك ربنا في كتابه، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم تعرف الاثنين أن طالما في حقوق معنى ذلك أن هناك في واجبات. أنا بقول لأمك: أمك تعرف أن زوجتك لها حق وعليها واجب، وتعرف أمك إن وتعرف زوجتك أن أمك لها حق وعليها واجبات، وتعرف الاثنين. طالما في حقوق معنى ذلك أن الله تعالى قد منع الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وبحمده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يبقى أبدأ أتكلم مع زوجتي، أتكلم مع أمي الطرفين، وأقول لهم: يا جماعة، طالما في حقوق معنى ذلك أن الله تعالى قد نهى أن يعتدي أحد على أحد، فلا يعتدي ذو حق على الآخر أبدا، وإنما ينبغي أن يؤدي كل إنسان ما عليه من حقوق إذا أردنا الاستقامة وأن نعيش حياة هانئة مطمئن. ثم تبين أخي الكريم، توضح وتبين بميزان القسط العدل الذي بينه الشرع، من كون أن العبد لا يكمل إيمانه الصحيح إلا إذا أحب لغيره ما يحب لنفسه، وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فكلم مع أمك: يا أمي، هل ترضين لأحد كائنا من كان أن يوجه إليك أي كلمة فيها تنغيص لحياتك أو إهدار لكرامتك، أو تشعري منها أن هذه الكلمة فيها نوع من الإذاء ليك، والكلام يكون بنوع من الهدوء؟ هل أنا أرضى كابنك أن يسيء إليك أي أحد في الدنيا بأي تصرف غير لائق؟ يا أمي، هل ترضين إن أي حد من الخلق يسيء إليك وإلى أهلك بكلام في نوع من جرح المشاعر أو الاعتداء عليك أو الظلم لك أو نحو ذلك؟ ثم تنتقل إلى زوجتك: يا زوجتي، يا حبيبتي، يا أم أولادي، أيرضاكي أن تسخط علي أمي فلا ترضى وتدعو علي بدل من أن تدعو لي؟ وهل ترضين لنفسك هذا الحظ الوكس مهما كانت الأسباب؟ ونحو ذلك من هذه الكلمات الرقيقة. يبقى تأتي إلى أمك وتتكلم مع أمك: يا أمي، انت ما ترضيش ان حد يزعلك، ولا حد يقول لك كلمه جارحه، ولا حد يسبك او يسب اهلك. فكذلك الحال زوجتي، هي انسانه مسلمه، وان كان الحال كذلك وهي لم تعتدي بكلام، انا لم ارها تعتدي بكلام، بتتكلم من وراك: طب يا امي، اترضين ان احد يؤذيك باي كلام جارح او اي كلام في نوع من الاعتداء، او يعتدي على اهلك او يسبك باهلك، او حتى يطعن في باي كلمه من الكلمات في حق بناتك؟ طب ترضين يا امي إن أزواج بناتك يهينوا بناتك؟ ترضين يا أمي إن أنا أقف أمام الله عز وجل وبدلا من أن أكون مظلوما أكون ظالما، وأسأل على الصغير والكبير وعلى الفتيل والقطمير، وأسأل عن كل كلمة تخرج من فمي أو تخرج من فمك بإذاء لزوجتي ولم أتي لها بحقها؟ تكلم بمثل هذا الكلام، وأنا بقول لك مع جملة كده دون أن تتعرض للمسيء خاصة أمك بالتصريح بالظلم. يعني وقت تقول له: أمك أنت ظالمة وأنت معتدية، فبلا شك بأن هذا الكلام سيفضي إلى التعدي وسيؤدي إلى تعقيد الأمور بدل من أن تتحسن الأمور، وستفسد القضية بالكلية. فالأمر يحتاج إلى نوع من الحكمة أيها الزوج. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة إن في كلام يتقال في توقيت معين، أمك في حال غضب وفي حال ثورة وفي حال اعتداء،
اوعى تقول انت ظالمه ومعتديه، افسدت امرك ونغصت حياتك. انما ينبغي ان امك ان غضبت من اي كلام انت قلته اتركها حتى تهدأ وتفرغ الشحنة الغضب التي بداخلها، وبعدين يبدأ يتكلم معه: لا يا امي، الظلم ظلمات، وانا اتمنى ان ربنا يعني ان احنا نسحب جميعا في الجنة، ومثل هذا الكلام الرقيق. ثم تهمس في اذن زوجتك قائلا لها بلسان محرض على العفو وعلى المسامحة: يا زوجتي، قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا زوجتي، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. يا زوجتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزة. وتبين لها بأن العفو أحب إلى الله تعالى وأرضى، وأنك إن عفوتي أنت بتعفي عن مين؟ عن أمي التي هي أنا منها وهي مني وهي أحب الناس إلي، وأن ذلك لا يرضيك أبدا أن تعذب أمي بسببك في النار بكون أنها اعتدت أو ظلمت أو قالت بمثل هذا الكلام الرقيق. ستقول لك زوجتك: ماشي، أنا خلاص سأعفو عنها، غالبا سأعفو عنها. وأنا بقول الأمر بيعتمد على حكمة الزوج. إن قلت لها كلاما رقيقا وكلام في مشاعر وكلام في عاطفة، وأتيت لها بالهدية بين الحين والآخر وتقول حقك علي وتكرم أهلها وإكرام أهلها من إكرام زوجتك، ومثل هذا الكلام، غالبا سترضى وتقول لها: خلاص أنا مسامحاها بس مش عاوزة أتعامل معاها. خلاص سيب زوجتك لمدة يومين ثلاثة لما تهدأ، وتقول لها: يا حبيبة قلبي، لا يجوز إن احنا نقطع العلاقة مع أمي ولا جزء مع أمه ومع غيرها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليالي، وخيرهم ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طب تقول لك: أنا المخالطة مع أمك بتؤدي إلى إيذائي وبتعتدي علي وتقول لي كلام جارح وبتهين أهلي، ومثل هذا الكلام. اصبر عليها لفترة، وتقول لها: خلاص انا مش بخصم امك ولا حاجه، ولكن انا ساظل في بيتي معززه مكرمه من اجل الا اؤذى من امك بكلمات. اذهب الى امك وقل لها: يا امي، والله انا تكلمت مع زوجتي، وان كان لها حق فقد عفت عنه قربه لله تعالى وحسن عشره معي، فانا يا امي بالله عليك اوصيك بزوجتي خيرا، لأنها إنسانة مسلمة ورقيقة وتقول عنك من الكلام الحسن، بتقول عنك أن أنت إنسانة صالحة ومحافظة على صلاتك ولبس حجابك وفضل الله تعالى ما مش عارف تعملي إيه وبتسوي إيه، وتكلم في أمك بكلام حسن يرضيها، وقول لها: ده دايما تدعو لك أن أنت ربتيني وعلمتيني وكبرتيني، والكلام الحلو الرقيق ده، وانت حريف في مثل هذا الكلام، لابد يكون عندك هذه المهارة، مهارة الكلام واحتواء الناس بالكلام الحسن، خاصة أمك وخاصة زوجتك. أمك قالت ما قالت في زوجتك، قالت ما قالته في الخمر، وسبت ولعنت وشتمت وزمجرت وقطعت الكلام ومزقت، تحملها تحملها واصبر عليها واصبر على إيذائها، ثم اذهب إلى زوجتك: يا زوجتي، أنا والله ما كنت أتوقع أن أمي تبقى بهذا القلب الرقيق، وأمها ما قالتش كده، كانت نار أية، بس تروح لزوجتك: والله لا، والله اي نعم، اكذب يعني اي نعم، اكذب اكذب في اصلاح ذات البين، والله يا زوجتي، والله قالت عنك بانك امراه صالحه دينه ولفت الكره الارضيه وهي اللي اختارتك كزوجه، الكلام الذي يرقق قلب الزوجه. تقول لك: والله، لا والله حصل، وتضحك في وشك وتقول لك: اوه انت قاعد تالف اي كلام من اجل اصلاح ذات البين، عشان هي بقى بتحضر دورات الكلام اللي زي ده، ولا والله العظيم حصل من امي، واحلف لها وقبل ايديها وقبل راسها ولا حقك عليا، واتيها بالهديه بين الحين والاخر، وخدها فسح بره ورقق قلبها بكلمتين، وزور اهلها وتواصل معهم وتودد اليهم، فبلا شك بان هذا الكلام مؤثر في القلب. الحمد لله رضيت والامور انتهت على خير، فلله الفضل والمن. ففي هذه الحاله ان اصرت بعد ما خلاص عفت
وقالت خلاص انا منتهى ما فيش حاجه خالص والحمد لله رب العالمين، وذكرتها بالله وقالت لها خلاص سيبني بس اقعد مع نفسي كده لمده اسبوع وبعد كده اقول لك هنعمل ايه. انت سبتها اسبوع من غير ضغط، قالت لها خلاص انا ساقدم العفو على اخذ الحق وانا قد عفوت عنها وبيني وبينها منتهى الود والكلام ده. طيب ان اصرت امك على هذه الحاله مع الزوجه بعد ما الزوجه عفت، بعدما الزوجه قد عفت وهي فعلا لها حق، طب اعمل ايه مع امي؟ اعمل ايه مع امي؟ الصواب بلا شك الا تمكن امك من ايذاء زوجتك. تيجي تتكلم بكلام يا ام اتقي الله، احنا مسؤولين امام الله عز وجل يوم القيامه، يا امي انا اخاف ان الانسان فينا يعذب في النار بسبب كلمه تخرج من لسانه، اما قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، يا امي قال الله تعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يا امي قال النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في دار جهنم. يا الله يا ام لساننا ده اللي هيودينا كلام الطيب ده من غير عصبيه ولا غضب، واستخدم سلاح البكاء في التعامل مع امك، خدها في حضنك وطبطب عليها وقبل راسها وقبل ايديها وقبل رجليها وهات لها هديه وانت رايح ولا كل كلام رقيق وشوف هي بتحب ايه اعمله بدون ان يكون في نوع من الايذاء لزوجتك. ولكن ان اصرت امك على هذه المعامله وانت عارف ان زوجتك غير ظالمه وغير معتديه وامك ما زالت تظلم وما زالت تعتدي وتسب وتشتم وتلعن وتضرب وتقول كلام مؤذي، والله العظيم انت في هذه الحاله ستسال امام الله تعالى ان انت ما جبتش حق زوجتك. ليس معنى البر، افهمني، ليس معنى البر ان تظلم زوجتك، انما البر ان ترد امك عن ظلمها. مش معنى البر تسيب امك تشتم زوجتك ولا تهينها وانت تقول لزوجتك يا دوم ما اقدرش اعمل معاها حاجه، هذا كلام غير صحيح. مش بنقول لك اضرب امك، ده بقى بنقول ردها عن هذا الظلم، وده من تمام البر، لانك لو تركت هذا الامر زوجتك هتاخد حقها منك وهتاخد حقها من امك يوم القيامه، ولذلك انتبه لهذا. ان اصرت الام بقى بعد كل الحوارات وهذا الكلام الرقيق وقلت لها كلام من كتاب ربنا وكلام من سنه سيدنا النبي وذكرت لها قصص عن حسن الخاتمه وعن سوء الخاتمه ويا امي كما تدين تدان وبناتك لعل الامر يتسبب لهم في مشكلات ومثل هذا الكلام، في الحاله دي ان اصرت الام بعد ما حبيت تردها عن هذا الظلم ان اصرت على هذا الاعتداء يبقى يحق لزوجتك في هذه الحاله ان تمتنع عن زيارتها والا تدخل عليه. ولا حرج على الزوجة في مثل هذا أبدا إن كان المخالطة بأمك والوجود معها في مكان واحد يؤدي إلى ضرر لزوجتك وضرر لأهلها، فبلا شك المسألة معلش مسألة فرعية بين أمك وبين زوجتك، بل مشكلة كبيرة جدا كمان بين البنت وبين زوجتك وبين حماتها وبين زوجتك وبين أهل زوجتك وبين أمك وأهل زوجتك، وبلا شك هذا الأمر قد تحدث فيه مقتلة عظيمة لو أهلها ناس ذو نسب شريف ولهم شوكة ولهم قوة لربما تسبب هذا الأمر في طلاق زوجتك أو الاعتداء على أمك أو على أهلك، فينبغي أن نتعقل في هذا الأمر. اوعى تقول لي إن زوجتي دينة وهتصبر على هذا، إن صبرت سنة واثنين وثلاثة وعشرة لعلها لا تطيق. فبنقول يا أخي الكريم أنا أتخيل كده معاك إن زوجتك قد عفت طب وأهلها فين؟ بهم لهم حق إن أمك اعتدت وسبت وشتمت ولعنت واختلقت قصص وأكاذيب وحكايات وإحنا في الكلام ده كل يوم. لو قدرنا يعني إن زوجتك قد عفت خلاص وتنازلت عن حقها، فكيف بحق اهلها؟ وما ذنبهم ايه ان يعابوا ويهانوا ويجرحوا وينكروا بهم ويستهزأ بهم في غيبتهم؟ يا اخي الكريم اوعى تقول لي امي ابتدي علي. يا اخي الكريم لا يضرك حينئذ تهديد الوالده ولا دعاها عليك ولا عدم رضاها عنك، فإن الله تعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس، وأخبر الله تعالى أنه لا يحب الظالمين، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى،
قوموا لله بالعدل في أقوالكم وأفعالكم، وقوموا بذلك على القريب والبعيد والصديق والعدو، ولا يحملنكم بغض بعض القوم على ألا تعدلوا، بل لابد من العدل ولابد من الحكم بين الناس بالقسط، لأن الإنسان فينا سيسأل يوم القيامة عن ذلك أمام الله تعالى. يبقى احنا بنقول ذكرت زوجتك بالله، قلت لها هذا ظلم ان انت تعتدي على ام، لو اعتدت زوجتك على امك ترجع لامك تتكلم معها نفس الكلام، ولكن ترفق معها وتلطف معها، فما يقال للزوجة لا يقال للام، الطريقة يعني الاسلوب يعني. فلربما زوجتك لو ذكرتها بنوع من الشدة والقوة تتأثر، تقول لك خلاص انا قد عفوت، وتأتي الى امك تتكلم معها كلام رقيق وكلام لطيف، ولا يا امي انا زوجتي قد عفت وقد انتهت القضية عند ذلك، ولكن حق أهلها فين؟ حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله بخير، ربنا يكرمك. يا شيخ أنا عندي مشكلة بس مع مرات أخو زوجي، مش عارفة أعمل ايه معاها بصراحة خالص. ألو شيخ. أنا سامع حضرتك. يعني بصراحة أنا تعبانة جدا جدا معها، مش عارفة أعمل إيه. هي فين المشكلة؟ المشكلة إن هي أصلا بتعمل حاجات ما ينفعش إن هي تتعمل. هي إيه يا أختي؟ إيه؟ هي إيه حضرتك؟ عم أقول لحضرتك بتكذب. تكذب. بتعمل تصرفات ما ينفعش إن هي تتعمل. زوجك فين؟ طب ممكن تكلميني بس بالتليفون عشان اسمعك كويس وتوطي التلفزيون؟ انا مع حضرتك يا شيخ. طيب بقول لحضرتك، طب زوجك عارف المشاكل التي بينك وبينها؟ ايوه يعني بص، اهم حاجه عندها ان هم يحبوها، ومش مهتمه يعني بتالف كلام ما حصلش بتقوله عليا. بتكذب معايا في كل حاجة، يعني بتحب هي أنا أرجع من الحاجة الصح هي تعملها عشان هم يحبوها أكتر، هو الوضع غير كده خالص، بس أنا مش عارفة أعمل معاها، تعبانة معايا نفسيا جدا. حاضر يا أختي. حاضر 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 حاضر. أختي نورة، السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر. يبقى قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فبنقول ينبغي يا أحبة، ينبغي، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى الإنسان يشهد بلسانه قوله، وكذلك يشهد بفعله على القريب وعلى البعيد، يحكم يعني بالعدل على القريب وعلى البعيد، على الصديق وعلى العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا. حتى لو أنت قد أبغضت قوما ولكن لهم حق، فينبغي لك أن تبين هذا الحق وألا تظلم أحدا. فأنا بقول يا أخي الكريم، الأمر في يدك أنت كزوج في علاقة أمك بزوجتك. أمك اعتدت أو قالت أو تلفظت أو قالت كلام جارح أو اعتدت على زوجتك أو على أهلها، ينبغي أن تذكر أمك بالله. زوجتك قالت لك أنا حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هيا يا شيخ. نعم. أنا لي سنتين متجوزة وتحصل مشاكل كتير بيني وبين جوزي. ما الأسباب الداعية للمشكلات؟ على حاجات بسيطة خالص، يعني مثلا حاجات بسيطة ما تذكرش أصلا، فمش عارفة أتعامل معاه وكده، وبيغضب غضب شديد خالص لما بيغضب. بحاول أعمل اللي أنت حضرتك بتقوله كده، بيغضب مش عارفة أتعامل معاه. طيب أبشر يا أختي. حاضر حاضر. شكرا، جزاك الله خير. وجزاكم الله خير. أنا بقول للزوجة اتصل. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الرحمن. نعم. أسألك الدعاء بالله ربنا يرد لي زوجي. مش سامع كويس يا اخي والله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا قد باعي الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. أفعل أفعل يا أختي الكريمة. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا، وأن يتقبلنا وإياكم في عباده الصالحين، وأن يقدر لك كل خير وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء. أنا بقول يا أحبة، يبقى بقول للأخ الكريم عشان نلخص الحلقة، أقول في علاقة الزوجة بعلاقة بحماتها، الزوجفي عنده نوع من التوازن، يعني يكرم أمه ولا يظلمها، ويحسن معاشرة زوجته ولا يعتدي عليها. وإحنا بنقول القرب بينهما هو ده الأصل، يحصل فيه نوع من التواصل ونوع من القرب، لأن الزوجة قد تفهم شخصية الزوج من أمه. لما تقعد تحكي معاه حكايات وتتكلم معاه في قصد، ولا احكي لي عن كان بيعمل ايه صغير وفي مرحله شباب، وتقعد تحكي لها النوادر اللي الامهات بيحبوا يحكوها دي، بفضل الله تعالى بتستخلص منها دروس تتفهم بيها شخصيه الزوج، فبتقرب منه اكتر. دي للاخت اللي بتفهم عندها مهارات ازاي تكسب حماتها. وانا في اللقاء ده التركيز على الحماه اكتر من الـ من الـ من الزوجه. انا عايز اقول للحماه، لكل حماه سامعاني، يا امي بارك الله تعالى فيك وراضي عنك، تشكري على تربية ابنك وعلى حسن تعليمي وعلى حسن تربيتي، وأن صار رجلا ربنا يبارك في عمرك، واجتهدت وتعبت طول عمرك من أجل أولادك، ولكن ليس معنى ذلك أن حضرتك تظلمي زوجة ابنك. ابنك يحبك، بلا شك، وحبك مختلف عن حب زوجته، فلا لا تحملك الغيرة على ظلمها أو الاعتداء عليه أو التقول عليها بكلام، لأن والله الأمر خطير يا أمي. أنت الوقوف بين يدي الله عز وجل، إنسان سيقف عريان كيوم ولدته أمه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة غير مختونين. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أيهما هم ذاك، حدش فضل حد. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلي بالك، خلي بالك من يوم التغابن، من يوم الصاخة، من يوم الطامة. لو حصل منك ظلم أو اعتداء على زوجة ابنك، خليك قوية الشخصية وأنت كذلك، وراقبي الله تعالى ابتداء واستسمحيها، وقولي لها حقك عليا وانت زي بنتي وانا امك، وامك لو اخطأت في حقك هي هتعمل ايه؟ اقصى حاجة تقول لي خلاص انا زعلانة منك يومين وبعدين ستعفو. كذلك الحال انا في مقام امك، ولو امك اخطأت فيكي مش هتقولي حاجة، فسامحيني وتنتهي القصة عند ذلك، عفت فلله الفضل والمنة. ما كانش اكرميها، هاتلها هدية بين الحين والآخر، وتوددي إلى أولادها اللي هم أولادك، كذلك أولاد ابنك، وتوددي إلى ابنك وقولي كلام طيب. فهذه الأمور، وقد تكون في بعض المشكلة بتحتاج إلى الصبر الجميل عشان تزال هذه الجروح التي قد نتئت في القلب، بتحتاج إلى فترة لتضميد هذا الجرح. فلذلك بقول لحضرتك ربنا يبارك في عمرك، معنى مش معنى ان ابنك تزوج ان زوجته تبقى خدامة عندك ولا تشكر على أمر تفعله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. هي ليس في الشرع واجب علينا ان تخدمك، انما تخدم زوجها على الراجح من اقوال اهل العلم، يجب عليها خدمه الزوج بالمعروف، ولكن خدمتها لحضرتك ليس بواجبه، فما تفعله تكرما منها وحسن عشره مع زوجها، فلا تظلميها ولا تعتدي عليها، بل عليك بالتبسم في وجهها وإلقاء السلام عليه ومصافحتها واحتضانها وتقبلها وإعطاء الهدية بين الحين والآخر والمساعدة المادية إن استطعت، وإن أصابها خير تهنئيها، وإن أصابها شر تعزيها، أو أي مصيبة قد حلت بها ينبغي لك أن تفعلي هذا. وبلا شك بأن التواصل مع أمها تواصل معها، يعني إكرام أمها وإكرام أهلها هو إكرام لهذه الزوج. إحنا دائما ما نسمع الحديث دايما عن نقول للبنت خلي بالك من حماتك، احنا بنقول النهارده للحماه خلي بالك من زوجة ابنك، لان حضرتك لما تنكدي عليها هي تنكد على ابنك، وهتعيش حياه فيها نوع من التنغيص وحياه غير مستقره، وهتكون انت السبب في ذلك، والظلم ظلمات يوم القيامه، والامر في الاخره ليس بالدينار والدرهم. تقولي لها خدي 1000 ريال ولا مليون جنيه وانا سامح وسامحيني، فيش الكلام ده، انما الامر في الاخره بالحسنات والسيئات، فانتبهي من هذه الغفله، واحسني معاشرتها وتوددي اليها واكرميها. بناتك مكرمين في بيت ازواجهم، عامليها على انها واحده من بناتك،
على انها في مقام البنوه بنتك، وانا بقول للبنت كذلك عاملي حماتك على انها في مقام الامومه ان هي امك، وبهذه العلاقه وهذه الصله تتحسن الحاله ونعيش حياه مستقره. وانا بقول للزوج انت رجل فازدد رجوله، لا تظلم زوجتك ولا تعتدي عليها طول ما امك هي الظالمه، ولا تستمع الى كلام امك دون ان تتبين من زوجتك. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ليس معنى أن أنا بقول لك أحسن إلى زوجتك بالمعروف أنك تهين أمك أبدا، ولا ينبغي لعاقل أن يصرح بكلام لأمه إن كان يؤذيها، يقول لها أنت ظالمة وأنت معتدية وتسألوا قدام ربنا، لا، هذا الكلام لا يقلد الأم بهذه الطريقة. إنما ينبغي أن تذكر بالآيات وأن تذكر بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم لهذا الكلام بالكلام الرقيق. يا أمي انت اكرمتيني وربتيني وعلمتيني وكبرتيني وزوجتيني وعملت كذا وكذا وكذا من اجلنا، الكلام الرقيق اللي تدمع من اجله وقلبها يهدأ بسبب هذا الكلام الطيب اللي انت قلته ده. وبعد كده قدم لها هدية، حاجة بتحبها او حاجة لم تتوقعها، وبعد ذلك ابدأ في الكلام اللي فيه نوع من التلطف والرقة في الاسلوب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. اختر كلماتك، زي ما انت بتروح للرجل الفكهاني بتختار الثمر، تبتعد عن المشجوب وعن العفن وعن اللي فيه شيء من العطوبة، ثم بتأتي بالحاجة الثمرة الجميلة الرقيقة الطيبة. كذلك الحال انت محتاج في المعاملة مع أمك تختار الكلمات الطيبة. اوعى تظهر أمام أمك ان انت فاهم ان امك غيرانة من زوجتك، اوعى كأنك ما رأيت شيئا وانت عارف ان امك بتفعل هذا من باب الغيرة. ويقول لك والله ما انا غيران، يبقى غيران ولا عندي اي حاجة خالص، ستقول مثل هذا الكلام. انت تقول يا امي انا عارف، انا عارف عارف ان انت امرأة صالحة ودينة وتقية والشيطان قد نزغ بينكما، ولكن ينبغي ان يبقى في كذا، وقال الله تعالى كذا، وسيدنا النبي قال كذا، وذكرها بحسن الخاتمة وسوء الخاتمة والجنة والنار، فان هذا مما يرقق القلوب خاصة مع كبر السن ومهاجمة الامراض وغير ذلك. ومع ذلك لا تسمح لزوجتك ان تعتدي على امك بحرف، ولا تشوح لك وتقول لك امك والكلام اللي بنشوفه من النساء في المجالس اللي بنعودها في حل الازمات والمشكلات دي. لا ينبغي لك ان تسمح بمثل هذا، مش بقول لك اضربها لا اعتدي عليه، لا، لما ينبغي تتعامل بحكمه. ولا، يا بنت اتقي الله، هذه امي وغضبها من غضبي ورضاها من رضاي، والله عز وجل يرضى عني بكوني اني ارضيها واني اتعامل معها بالمعروف واني احسن عشرتها. وقول لها لقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وقال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما بالدنيا معروف. طب حاولت تصلح الدنيا وما فيش فايدة في أمك، برضو ما زال الاعتداء موجود والأذى موجود وما فيش فايدة في هذه الحالة. في هذه الحالة ردت أمك على الظلم وما فيش فايدة، لا، يجوز لزوجتك في هذه الحالة أن تنقطع عن أمك، تبعد عنها فترة، أسبوع أسبوعين ثلاثة، أمك بدأت تعتذر عما بدر منها، أو تقول لك زوجتك وحشتني وإحنا فعلا كنا غلطانين في حقها وسامحنا وكلمتين كده. توصل مع زوجتك، تواصل معها وقول لها كلام رقيق وكلام طيب، وقتها هدية بين الحين والآخر، وغدا فسحها في مكان ورقق قلبها ومشاعرها، وبعد كده أقول لها: أنا أمي قالت لي كذا كذا، إيه رأيك إن إحنا أبر أمي وتكرميني في أمي؟ ماشي، خدنا خطوة وزوجتك اتحركت وقالت خلاص على بركة الله سأفعل، وقد ذهبت، حصل اعتداء من جديد. في هذه الحالة الله عز وجل لا يحب الفساد، والله تعالى لا يحب الظالمين ولا يحب الاعتداء. ففي هذه الحالة تعد باب زوجتك عن أمك، وأنت بر أمك وأحسن إليها وخذ أولادك وتفسح واعمل اللي أنت عاوز تعمله وأكرمها، فلعلها بعد فترة تهدأ، فإن هدأت واعتذرت عما بدر منها وحصل في تواصل فلك في هذه الحالة أن تأتي بزوجتك. وأسأل الله تعالى أن يبارك لكم أجمعين. أختنا التي اتصلت وقالت: أنا مش عارفة أفهم زوجي، ودايما بنتخانق على الصغيرة قبل الكبيرة. أنا بقول لك، وقالت حاجة تانية، مشكلة أخرى، أن زوجي فيه نوع من العصبية والغضب وعلى طول سير. أنا بقول نجيب التانية الأول لأنها مهمة، والأولى بلا شك مهمة بس الثانية أهم. أنا بقول يا بنتي، الإنسان لو تملك منه الغضب صار حاله كحال السكران والمجنون.
فالمجنون لا يعاتب عما يصدر منه، ولكن ينبغي ان الشيء المؤثر او الشيء اللي بيدفعه الى الغضب تاخد بالك منه. قد يكون مثلا ان انت بترد على الكلمة بكلمات، انا لا اعلم حالك ولكن هفترض انك بترد على الكلمة بكلمات، انا بقول لك ده مش حكمة في التصرف، هو نار متقدة لازم تطفأ بالماء مش بالبنزين. البنزين الكلمات اللي بتخرج منك، كلمات برضو اللي بترد علي بيها او تعبير بوشك او تبرئي بعينك او ترفعي حواجبك او تشوحي بايدك او تقولي اي كلام، بلا شك بان هذا الكلام مؤذي للغاية وبيدل على عدم احترام الزوج وعلى عدم تقديره. الاحترام مش باللسان بس، ما انت ممكن تعملي حركة ينتحر بسببها، بايدك برجلك بوشك بتعبير بفمك بعينيك بحواجبك باي طريقة، كلمة تؤذي أيما إذا تثبت كأنك تقولين له أنت مش راجل ولا لم احترمك ولا موقرك. فإذا ما غضب، أنا بقول لي بقى إذا ما غضب الزوج إلزم الصمت، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. هو نار متقدة ما ترديش، أنت ما بتردش ليه؟ أنا سامع حضرتك، ما يحركش من قدامي، حاضر اعملي كذا اللي انت عاوزه، هذه الكلمات مش هتنقص من قدرك. ولكن كل الإهانة، وده اللي بتعمله معظم النسوة لما يرد الكلمة، انت مش احسن مني يا بنتي، يا بنتي كلمات يلقيها الشيطان على لسانه، ولو كانت امك بتقول لك الكلام ده اسمعيش كلامها. انما ينبغي حين يغضب وحين يثور ان تصمتي وتسكتي، فوالله لو كان دينا صالحا لأتى إليك معتذرا ولك حقك علي وسامحيني وأنا اللي أخطأت في حقك وأنا كنت مضغوط والكلام اللي زي ده، خاصة لو إن زوجك راجع من العمل وبصيت في وشه وعرفت إن زوجك على غير المعهود منه، يعني كان بيخش دايما مبتسم وكان بيقول كلمتين حلوين وانت وحشتوني ده كنت بعد النجوم في السماء والكلام الرقيق ده، دخل البيت النهاردة الدولاب كهرباء. فيجب عليك في هذه الحالة تفعلي ما فعلته أمك عائشة رضي الله عنها وأرضاه حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أغضبك، مش قالت له أنت غضبان، لا فيش كده، قالت له من أغضبك، من أغضبك يعني عرفته أحس بمشاعري. ولذلك نص صلى الله تمادى معها في الكلام وحصل بينهما تواصل، فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما شعرتي، يعني بقول لا يا صاحبة الحس المرهف يلي بتفهميني من تعابير وشي، وده المطلوب منك كزوجة صالحة كامرأة ودود. يبقى إن أخطأ ما ترديش، تكلم ولا تجيبي سيرة أهله ولا أمه ولا أبوه ولا أخواته ولا تتكلمي بأي كلام نهائي وهو ساعة الغضب، ثم تعالي في قعدة صفا وقولي له إلى متى سنظل بهذه الطريقة، الطريقة اللي أنت بتعملها في هذه الثورة والغضب اللي أنت بتعمله ده بيترتب عليها مفاسد، ده بيجرح قلبي ويؤثر علي صحيا ونفسيا وبدنيا وعلى علاقتي بيك وبأهلك، فلا ينبغي أن تفعل هذا، فأنا امرأة مسلمة وينبغي أن تتعامل معي بأسلوب رقيق وأسلوب أحسن من كده، والكلام اللي فيه نوع من الرقة ونوع من المشاعر. كنت تقولي لي أن أنا على طول بنتخاني على الصغيرة وعلى الكبيرة، يبقى أنت مفتقدة في حياتك يا بنتي لحاجة اسمها التفاهم بين الزوجين، إلى أن أنت تعرفي أن الزوج له احتياجات نفسية ومنها التوقير والاحترام والتقدير والإجلال ومنها القبول ومنها الثقة ومنها أن تقبلي كما هو بشحنه ولحنه إلا إذا كان مقصر في شيء من العبادات، دي قصة أخرى، ولكن بعادتي وتقاليدي الزوج محتاج إلى المساندة، أن زوجته تسنده في الأفراح والأحزان، زوجته تشاركه في همومه وأحزانه، يبقى ده المطلوب منك معاه، وهو كذلك معاك أنت محتاج إلى أن يرعاك ماليا وإلى أن يرعاك نفسيا، ومحتاج أن يحتويك ويفتح باب لك للتواصل والحوار بينك وبينه، وبقاعد قدامك مصغي بأذني وبصص لك بعينه ويشعر بقلبه، وبلا شك لو أننا تعاملنا بهذه الطريقة ومعرفة كل طرف يعرف احتياجات الطرف الآخر سنصل إلى بر الأمان بإذن الله. احنا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة وقد سعدت بكم في هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام أن يجمعنا بكم على خير بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.